عليكم كلكم. احب ارحب بيكم طبعا في الحلقه الثالثه والفصل الثالث من نسكافيه كوميدي شو. الكوميدي شو ده مش برنامج تجاري في اساسه، ده بيجي في اطار البرامج لتنميه المجتمعات في الدول اللي شركه نسله ونسكافيه بيشتغلوا فيهم. احب اقول لكم بسرعه البرنامج ده بيشتغل ازاي. احنا تقريبا عملنا مسابقات في اغلب الجامعات في تونس، ومن كل جامعه اخترنا فايز او فايزين، والنهارده هو اليوم اللي بنعمل فيه التصفيات بين الفائزين من اغلب الجامعات التونسيه اللي اشتركت معانا. احنا دايما بنقول البدايه مع نسكافيه. اما بنقول البدايه مع نسكافيه مش بس بدايه اليوم ان احنا بنشرب فيه فنجان قهوه حلو، بس كمان بدايه ان شاء الله مستقبل لشاب تونسي ان هو هيخش في مجال الفن ان شاء الله من اوسع ابوابه، واحنا نقدر نفخر ان احنا اصلا ادينا اتنين من الشباب، لبنى في السيزون الاولاني ويوسف في السيزون الثاني، وان شاء الله النهارده هيبقى في شاب ثالث هتبقى بدايته لمستقبل باهر برضه مع نسكافيه. وان شاء الله ان الفتره دي تبقى بدايه لكل منطقتنا بالحب والسلام برضه مع نسكافيه. احب افكركم الناس اللي حضرتكم هتشوفوها النهارده ما هماش محترفين، دول هواه. في منهم ناس اول مره بتقف على المسرح وقدام جمهور، فاطمع انكم تشجعوهم. وارجو ان انا ما اطولش عليكم اكتر من كده. اتمنى لكم وقت سعيد جدا، واتمنى لكم مشاهده طيبه ان شاء الله. مرحبا مرحبا بكم الناس الكل في سواري فينال نسكافيه كوميدي شو 3. شكرا للسيد احمد اللي في رئيس مدير عام شركه نسلي تونس. بس